محترمة. مستمرين معاكم وكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. مبروك طبعا للنادي الاهلي، مباراه مهمه ومباراه قويه، واكيد كنا متوقعين الفوز كعاده النادي الاهلي في مباراه القمه. القمه 115 من نصيب النادي الاهلي، فرحه كبيره طبعا هنا في مقر النادي الاهلي في الجزيره. دكتور وليد، حابب تقول ايه بعد الفوز وبعد الاداء المميز ده؟ عندنا مباراه المصري النهارده، بروفه رائعه لمباراه السوبر ان شاء الله. هي بسم الله الرحمن الرحيم. اولا الف مبروك لجماهير النادي الاهلي كلها واعضاء النادي الاهلي، مباراه جيده، اداء تكتيكي عالي طبعا. كان في جزء الزمالك فيه ابتدى ان هو يعلى، لكن الاهلي برضو رجع تاني وهاجم. هي عدد قوي للمباراه بتاعت السوبر ان شاء الله في الامارات يوم الجمعه الجايه، نكون هناك وندعم الفريق ان شاء الله. وفي نفس الوقت فرصه لاتاحه بعض الوجوه اللي تظهر بقى في الفتره القادمه، عشان كل ده لخدمه المنتخب القومي المصري. والف مبروك. مستمرين معاكم اكيد كمان احد اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. توقعت الفوز قبل المباراه وتوقعت كمان النتيجه، قول لي بعد الفوز النهارده وبعد النتيجه حابب تقول ايه لكل اللعيبه وشايف المباراه النهارده ازاي؟ اقول لهم طبعا مبروك وبروفه جيده جدا لمباراه السوبر مع المصري ان شاء الله يوم الجمعه الجايه. وزي ما قلت لحضرتك قبل الماتش، قلنا لو كابتن ايهاب جلال لعب بالطريقه بتاعته المعتاده، فتح الملعب والتحضير من تحت، هيفرق مع النادي الاهلي كتير. وقلت لك النتيجه بالظبط، قلت لك يا 3-0 يا 3-1. الحمد لله ربنا كرمنا وان شاء الله ماتش السوبر كمان نحتفل ان شاء الله هنا جوه فرع الجزيره مع بعض ان شاء الله بعد مباراه السوبر مع المصري يوم الجمعه الجايه ان شاء الله. شكرا. قول لي شفت المباراه النهارده ازاي وتابعت اداء النادي الاهلي النهارده ازاي، وحابب تقول ايه للفريق بعد الاداء الرجولي النهارده؟ احب اقول لهم الف مبروك واداء رجولي، بروفا جيده لكاس السوبر، وان شاء الله نحتفل مع حضرتك في كاس السوبر هنا، واداء جيد جدا. بس عبد الله السعيد ده المعلم ما كانش ينفع يطلع يعني، بس الحمد لله الف مبروك. انا كنت متوقع على قناه الاهلي 4-0، بس الحمد لله بقى. قول لي شفت المباراه النهارده ازاي والاداء وشايف النتيجه النهارده ازاي؟ هو الحمد لله الف مبروك طبعا على المكسب الاهلي، والبدري عرف يلعب الماتش ده كويس جدا يعني، كان ساب لهم الاستحواذ شويه عشان يعرف يلعبهم على الهجمات المرتده، واظهروا ده يعني مهاجم كويس. اي نعم في ناس كتير قوي بتظلمه، بس هو مهاجم كويس وان شاء الله الف سلام عليه ويكون كويس، ما يكونش اتصاب باصابه خطيره، وان شاء الله نحتفل هنا بالسوبر وهنكسب المصري ان شاء الله. قول لي المباراه النهارده كنا متوقعين الاداء ومتوقعين النتيجه كعاده النادي الاهلي، لكن النهارده شايف الاداء النهارده ازاي وبعد الفوز مباراه المصري والسوبر دي بروفه كبيره قوي ومهمه قوي النهارده لينا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اداء جيد لجماهير النادي الاهلي والف مبروك للمنع على المكسب، واحيي الكابتن حسام بدر على الاداء الرائع، وخبره لعيبه النادي الاهلي هي الحسم المباراه برغم السيطره والهيمنه لجماهير النادي الزمالك والكابتن ايهاب جلال، بس الف مبروك للنادي الاهلي. قول لي حابب تقول ايه على الفوز النهارده وشايف الاداء وشايف النتيجه المميزه ازاي؟ ألف مبروك طبعا النادي الأهلي وجماهيره ومجلس الإدارة بقيادة الكابتن محمود الخطيب. أول فوز على الزمالك في عهد الكابتن الخطيب، ودي بداية الإنجازات إن شاء الله إن إحنا نمشي على الطريق ده على طول. كابتن حسام بدري كان موفق جدا في اختيار التشكيل النهاردة، ودفع عناصر الخبرة كلهم في الملعب النهاردة بحيث إنه يقدر ينهي الماتش من الأول، علشان كابتن جلال ما كانش عنده سلاح غير إن هو بيهيئ لعيبة الزمالك نفسيا علشان تقدر إن هي تجابه لعيبة الأهلي. لكن الحمد لله كابتن حسام بدري اختار التشكيل مظبوط، والحمد لله إن إحنا طلعنا بأقل إصابات عشان خاطر ماتش المصري في السوبر ان شاء الله نكسب وناخد السوبر برضو ونفضل على طول كده على طريق الانتصارات في الاهلي مع الاهلي. قول لي النهارده يمكن المباراه تسببت في بعض الاصابات شويه، عندنا ماتش السوبر مهم، لكن النهارده يمكن كانوا رجاله واداء كان مميز جدا، 3-0 نتيجه كبيره على نادي الزمالك. اكيد طبعا. انا طبعا بنشكر طبعا فريق النادي الاهلي على المجهود اللي عمله، وبنشكر برضو فريق الزمالك ان هو قدر يلعب قدام النادي الاهلي. وطبعا احنا بنقول للمدرب الجديد بتاع الزمالك هارد لك، ودي تكون خطوه ايجابيه ليه، وطبعا لما الدوري بيعلى المنتخب كله يعلى ان شاء الله. اللي حابب تقولي للعيبه ورسالتك للعيبه ايه بعد الاداء المميز ده؟ وزي ما بنقول يمكن هنا بيبقى في تفاؤل لما بنتفرج هنا في النادي الاهلي على المباراه. الحمد لله اولا على الفوز، وان شاء الله ماتش السوبر نكسبه. اهم رساله عاوز اوجهها للجماهير ان الاحتفال بالفوز النهارده ما يبقاش زياده عن اللزوم، عندنا ماتش مهم يوم الجمعه، ماتش اظن مصر كلها هتبقى بتتفرج عليه وكلنا مستنيينه. وبالنسبه لنا الماتش ده كان بروفه تحضيريه، احنا كنا واثقين الحمد لله ان احنا هنكسبها، لكن الماتش الاهم هو ماتش يوم الجمعة. عاوزين نأهل قلبين الدفاع اللي عندنا، الاتنين مصابين، ماتش مهم لازم نركز فيه أكتر، الصفحة دي تتقفل ونركز في الماتش الجاي عشان ده أهم ماتش لينا في السنة دي، وتكون بداية سنة كويسة علينا وعلى كابتن محمود الخطيب إن شاء الله، وتبقى بداية انطلاق الأهلي عشان نجهز نفسنا للي احنا كلنا منتظرينه، بطولة أفريقيا السنة دي إن شاء الله. قول لي الفوز النهارده بيمثل لك ايه، والفوز على نادي الزمالك النهارده بيمثل لك ايه، واللحظات دي بتمثل لك ايه النهارده هنا في النادي الاهلي؟ انا مبسوط جدا باداء النادي الاهلي وباداء اللعيبه وباداء حسام البدري يعني، وربنا ان شاء الله يجعل في زياده كده النادي في نجاح كده وزياده ان شاء الله. قول لي حابه تقول ايه النهارده بعد الفوز وبعد الاداء ده؟ وزي ما بنقول بيبقى في تفاؤل لما بنتفرج هنا في النادي الاهلي في الجزيره، بنكسب سواء منتخب سواء مباراه النادي الاهلي او المباريات القويه.
الاول طبعا بقول الف مبروك لجمهور الاهلي كله، وبتمنى طبعا ان احنا نكسب السوبر عشان نضيف طبعا لبطولاتنا اكتر من كده. بس ليه اعتاب بسيط على كابتن حسام البدري. المفروض على كابتن حسام البدري، انت دلوقتي الزمالك كان واقع، كان المفروض ان حضرتك تلعب بطريقه افضل من كده، بهجوم اكتر من كده، تدي فرصه لواحد زي مروان محسن يلعب كويس، تدي فرصه للعيبه اللي انت ما بتشركهاش، لان احنا كان المفروض ان احنا النهارده كنا نعمل سكور عالي جدا على الزمالك، لان احنا كنا الافضل. وطبعا احنا النهارده احسن حاجه كمان كسبناها ان احنا كسبنا حارس عالمي ودولي الشناوي. الشناوي ده ممتاز ممتاز ممتاز. وليد ازارو انا ما كنتش معجبه بيه اساسا، بس النهارده ادى اداء كويس والحمد لله احسن. بس برده بعيد برده ان مؤمن زكريا برده كان اناني النهارده وما اداش فرص كتير جدا للعيبه تجيب اجوان. بس اكيد الفوز يمكن بيمثل حاجات كبيره جدا بالنسبه لكل الاعضاء الجماعيه اليوميه وجماهير النادي الاهلي. قول لي حابب تقول ايه بعد الفوز النهارده؟ اولا زعلان، الاهلي النهارده كان يكسب 7 مرتاح بصراحه. احنا فرطنا فوز كان تاريخي، لان عشان مش عايز اتكلم، الزمالك واقع، واقع بمعنى كلمه واقع. وفي برضو يعني انا مبسوط بلاعب النهارده جدا، ايمن اشرف بقى استاذ في مركزه بصراحه، بيفكرني بايام محمد يوسف لما كان بيلعب وكده. انا الاهلي ركب الدوري مش هينزل تاني. ومبروك للاهلي وكل جمهور الاهلي واعضاء الاهلي ومجلس اداره الاهلي بالكامل، والف شكر لكم. قول لي حابب تقول ايه النهارده بعد الفوز المميز للنادي الاهلي ده؟ كنا بنطمح ان يبقى في اعداد كبيره كده من الاهداف، لكن النهارده 3 اهداف برضو نتيجه كبيره على نادي الزمالك. اكيد اكيد، بس احنا كنا متوقعين اكتر من كده. يعني كان في فرصه كتير بحيث ان احنا ان شاء الله مش اقل من 5. فاحنا بنقول دلوقتي الف مبروك للنادي الاهلي وارض لك للزمالك، وان شاء الله في تقدم على طول باذن الله. قول لي ايه الرساله اللي انت عايز تقولها للعيبه النهارده بعد الفوز وبعد الاداء؟ وكابتن حسام بدري حابب تقول له النهارده بعد الفوز؟ انا سعيد جدا بصراحه فوز الاهلي النهارده، عملوا ماتش حلو جدا، اللعيبه اجتهدت، عملوا ماتش عظيم، وده اللي احنا متعودين عليه من الاهلي. يعني احنا ما عندناش حاجه ثانيه بصراحه، يعني طول عمرهم مشرفينا، يعني ما شاء الله عليهم، وان شاء الله كده عقبال اللي جاي كله كده، وان شاء الله تبقى حاجه عظيمه ان شاء الله. سوبر نصيب النادي الاهلي ان شاء الله ولا ايه؟ ان شاء الله طبعا طبعا. هو في غير الاهلي؟ ان شاء الله طبعا. قول لي يمكن حابب تقول ايه النهارده بعد الفوز وبعد الاداء المميز الكبير للنادي الاهلي ده؟ مباراه مهمه ومباراه قويه، وزي ما بنقول بروفه مهمه جدا للسوبر ان شاء الله اللي هيكون بعد ايام بسيطه. الحمد لله الحمد لله الفوز النهارده، وكان ممكن نعمل سكور اعلى من كده كتير جدا جدا جدا، بس الحمد لله ربنا وفقنا وباذن الله السوبر لينا. اكثر اللعيبه اللي عجبتك النهارده وكانت بتادي اداء رجولي في الملعب النهارده؟ كله والله كله، وبس هو خرج عبد الله السعيد لاصابه، مش المهم تبديل عبد الله السعيد النهارده لاصابه. وأجايب ما فيش زيه، منك يا أجايب بجد. ربنا يكرمهم يا رب، ربنا يكرمهم، وبإذن الله الصبر لينا والدوري لينا والكاس لينا إن شاء الله. حابب تقول إيه النهاردة للعيبة وللكابتن حسام والجماهير والأعضاء النادي الأهلي بعد الفوز الكبير ده؟ ألف مبروك لنادي الأهلي ودايما بالنجاح على طول. قولي لي رسالتك ايه للعيبه النهارده بعد الفوز وبعد الاداء ده؟ وحابه تقولي النهارده بعد الفوز الكبير؟ يعني مبسوطين جدا، يعني مبسوطين جدا ان الاهلي كسب النهارده. يعني كان هو ده المتوقع اصلا من الاهلي عامه ان هو يكسب، بس هو انبسطنا جدا الحمد لله يعني على الفوز دوت. يعني والف سلامه للكابتن الخطيب عشان هو تعبان، يعني الف سلامه عليه. قولي رسالتك ايه النهارده بعد الفوز؟ والله انا ببارك للنادي الاهلي وببارك للجمهور، ويعني سعيده جدا 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 بمحمد الشناوي، سعيده بيه جدا. يعني احنا النهارده يعني اهم حاجه ان احنا فعلا يعني كان عندنا جون عالمي يعتبر، فاحنا ببارك قوي 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 لمحمد الشناوي، وبقول له يا رب تتالق كده في كاس السوبر ان شاء الله. قولي للعيبه والجهاز كله بعد المباراه دي. هقول لهم الف مبروك، وانا سعيده بيهم جدا جدا جدا، وسعيده بتشكيل حسام البدري بصراحه، وبقول له يا رب يا رب يا رب يا رب كاس السوبر، عايزين الكاس سوبر، يعني انا بشجعه عشان كاس السوبر. وانا متهيالي كده والله انه خرج عبد الله السعيد عشان يحافظ عليه، عشان السوبر، يعني هو خرجه عشان هو عايزه عشان السوبر، مش عشان خاطر اي حاجه، عشان الناس بيقولوا هو ليه خرجه، فانا متهيالي خرجه عشان السوبر. على ما اعتقد وعي بيبقى كبير قوي بالنسبه لاعضاء الجمعيه العموميه ان هم متابعين وشايفين وعارفين ان حسام البدري بيطلع اللعيبه عشان خاطر الاجهاد او عشان انه يحافظ عليهم. شايف الوعي ده ازاي؟ وشايف الفوز النهارده ازاي ده بالنسبه لك؟ والفوز النهارده من قبل المباراه واحنا عندنا ثقه في النادي الاهلي وفي الفريق، فريق بطولات، وعندنا ثقه كبيره جدا جدا الحمد لله على الفوز. والف مبروك للنادي الاهلي والجمهور النادي الاهلي، وان شاء الله وراهم في الامارات باذن الله ونجيب كاس صور ان شاء الله باذن الله. اكيد فرحه كبيره طبعا لكل جمهور النادي الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي بعد الفوز الكبير، القمه 115 من نصيب النادي الاهلي. بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي النهارده، كانت بروفه مهمه جدا ورائعه جدا قبل انطلاق مباراه السوبر ان شاء الله بين الاهلي والمصري، اللي اكيد بنتمنى النادي الاهلي يكون فائز في هذه المباراه ويحصد السوبر ليه المره الثانيه على التوالي.